بسم الله الرحمن الرحيم. What to do when your client say your price is expensive؟ ماذا تفعل عندما يقول لك العميل بأن سعرك غالي؟ تتطلب منك الترجمة مهارات وسيفي قوي يقدمه المترجم للعميل. بعد ذلك إذا اقتنع العميل بإمكانيات المترجم وتم الوصول لمرحلة التسعير وكانت إجابة العميل بأن السعر مبالغ فيه، يكون رد المترجم كالتالي. يوضح المترجم العميل بأن المترجم يقدم قيمة قبل العمل، وقيمة المترجم لم تأتي من فراغ بل من سنوات خبرته ومن مهاراته، وأنه يؤدي عمله على أكمل وجه ويقدم ترجمة صحيحة غير ناقصة أو مشوهة، لأن الترجمة الصحيحة تمر بثلاث مراحل: أولا الترجمة، ثانيا المراجعة، ثالثا التدقيق اللغوي. ولذلك قد يظهر أن السعر مرتفع قليلا، ولكن نظرا لجودة الترجمة فالسعر مناسب جدا. النقطة الثانية، يبدأ المترجم في محاولة كسب أول عميل عن طريق التفاوض في السعر، بأن المترجم يحاول أن يقبل بسعر أقل بشكل نسبي مقابل أن يستلم مستحقاته على دفعات. أو إذا أصر المترجم على سعر أعلى، عليه أن يكون مرن مع ظروف العميل ويستلم مستحقاته بعد الانتهاء من العمل تماما. وأخيرا تفاءلوا بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.